مع التصاعد الحديث عن خطة سلام معدلة، تتجه الأنظار نحو اللجنة الرباعية الدولية المقرر اجتماعها في العاصمة الألمانية برلين. تناقش اللجنة بحسب مصادر دبلوماسية إقرار التعديلات الأخيرة على خارطة السلام التي اقترح وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري في 25 من أغسطس الماضي. تفضي التعديلات المسربة إلى تسلم ألويات عسكرية متمركزة في حضرموت أسلحة ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى إبقاء صلاحيات كاملة للرئيس هادي مقابل الإطاحة بالنائب الحالي علي محسن. تكمن أهمية اجتماع اللجنة الرباعية بنظر محللين في كونه يأتي بعد مرور عامين من انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 من مارس 2015، وهي العمليات التي ما زالت تتحرك بسرعة باتجاه تحرير الحديدة بموازاة معارك في نهم بصنعاء. تتزامن هذه المعارك مع جهود دبلوماسية خليجية عبر الوسيط الأممي لإقناع ميليشيا الانقلاب بالدخول في مسار سياسي وفق القرارات الأممية والمبادرة الخليجية. تتحرك الخطة الأممية إذن في جو ملغم بالفشل، فليس من الوارد أن تسلم سلطة الانقلاب أسلحتها أو تقبل بصلاحيات كاملة للرئيس هادي الذي تحفظ بحسب مصادر رئاسية على بعض بنود الخطة المعدلة. الأمر الأكيد فيما يحدث في اليمن أنها تدخل بوابة المجاعة. تدرك الأمم المتحدة هذا الخطر، فمنظمتها من تطلق هذه التحذيرات، لكنها في الوقت ذاته تكتفي بالانهماك في تعديل خطط سلام لا تنسجم القرارات الأممية الصادرة عنها.